العيش اللي عليه كومنتس كتير والناس تكلم وتقول لك لا ده خطر ومش خطر. لتسخين العيش الجيد انا ما بعرضوش للنار المباشره، بتجنب اللي هو العيش المقمر زي ما بنسميه. علشان اسخن العيش بحطه دي كانت المفاجاه يا دكتور بقى لينا كلنا، يعني احنا لا انا واحده من الناس شفت طول الوقت حياتنا زمان كلها حياتنا كنا بنحطه على البوتاجاز، العيش بيتقمر على البوتاجاز. غلط، النار المباشره ده الغلط ليه في العيش. انا عشان احطه بحطه في الرف الوسط من الفرن او بحطه في الميكروويف لاقل يعني ثواني في الرف الاوسط. طب هل انا مره جيت قمرته كده ولا حاجه خلاص حصلت لي المشاكل؟ لا، سواء المواد الكربونيه اللي هي تبقى متحروقه في الاكل بتاعنا، سواء الاكل المشوي او المتقمر او سواء الماده الاكريلاميد اللي بتتكلم اللي بتتكون نتيجه تعرض الاطعمه للشوي الحراره العاليه، سواء القلي او الشوي او اللي هو التقنير زي ما قلنا او الكلام ده كله، دي عايزه فترات طويله على المدى البعيد عشان تسبب لي بقى تكون بقى مسقطنه وتسبب المشاكل دي كلها. طب دكتور حاجه للعيش احنا بنقول عليها اللي هو التسخين في منتصف الفرن او الميكرويف لثواني، بالاضافه طبعا اللي قلت الحفظ الجيد للاطعمه هيكون ازاي وفي اواني شكلها ايه ودرجه الحراره شكلها ايه واعاده تسخينها هيكون ازاي. طيب